نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حول الاستعين إن أنا حل قضية برامجيو بلي واحد نوغ بطي استاذ كل دكان هي فراس نوعا ما ويجرتا دتك ود واحد يقول دكان يعني أيه يقانا وقفوا عذر دار من هالستان غيره، لكن إن بدون أن ضد الله شيء ضد ورصدي وحباك خلدا قاركو ساعد رد بدون خرائنا له صلاة الله يسعى عيار صلاة الله يسعى عيار من صحابي هذا جرون صلى الله عليه وسلم ويدي وليش عمران بن حسين وفي دمع لو سأدو كذا حنون كان صاحب بواصير بهي قبل هو صلى الله عليه وسلم صلي قائما او تغندكو ها او تغندكو فإن لم تستطع فقاعدا أو كما قال هذا أودنا استكتنا فلي هدكو فإن لم تستطع ده فلي أودنا فعلى جميل أدعمكو سعاد مهمرة ما دعيسو لكن وحيكو سعوني سعادري غلاس وفي الكرسي كنت كريا سؤالا ودينينا وخلانا هاي كرسي محاود كنسا ما يستاقع كل بها بالركوع دا كل بتاه بالسجود دا كل بتاه مساوا حدا كل بها حان صعود هاينا وحاكو جرى فاهين يكلا دورا شو قلت بان كوار خياب دكور هندية كرسي كنت كريا وكان محا خود عاي بعي فرب على ايقا قلي وفر لها قلي هذا حوالي كرسي حاسي مسيئة بس هذا يسعى عيال إلهي كبه بعد التوحيد وح أمويل هاي سنة وصلاة لا إله إلا الله فبعد هاي سنة شيء أسر هاي سنة وصلاة ويا عندي الله تبارك قف قدي استاج لي بيو وس كليا باستهيك رنن قد يخد كل ما كو جارو ده الكرة هي سجود هذا الشيء لما يساكن هذا سجود على غيره حدي لكن قفل السجود الكريم كوكو الكريم ساينا كريم قف خاص كرسي كنت كريا ما يا شيخ وين ساي كراي وين دالا ها عبر تاني مالو اوكي صلاة بس وتكبير سنة إساء الله أكبر وتكون حيران تكبير الإحرام إستاي بكو آخر إساء كحيران إساء أدي إستاي كل يوم فتحة هريك رينا فدي فتحة كو آخر مرة ركوعي كتها إستاي ركوع مكاس أدور ركوعي كتب فدي لقاي يرمي ركوعي أدو استاجي فتحة وحركة فرق ما حركة ما يا شيخ وأنا حرين كره فتحة واستغنى كره لكن مرة ركوع كره استاج تكبير صلاة الحرة فتحة آخري ما ركوع كره فريصو ها شيخ فتحة سوا وحرين كره وأنا ركوع كره لا يمسجوي كره هي فتحة ركوع آخري استاج ركوع أدو تاجن كبعي فريصو سجود لكن قبل كرسي يكفي دكان يا بس هذا سعي يعني. سراد كان سيح ما يسقف استهيك رأي فرد كل كلام سراد كان سيح ما يسقف فرد كل كلام يعني أعرف اللي أوكي وحاف وصه هرتقف كان هو سجودي ك ما سجودي كرو لكن ركوع دي يفات حي استهيك وصه آخر وصف راح تهي وصار ركوعي سجودي بعدين شيء ما هيك حماري سه البلا يقام أوكي مركب وجه روح مديك مديك روح جبر وصح علماء مثلا خلاف وين ما تتاجر بس في ليش المرة يا واحد الله يسقى إنسان قف كان ودي الله يقري أو إيش الله يقري ودي أروح أذكر حصل هنا يا إم بلان علماء خلينا نروح ليهم إم مثال لقيتها من مريض يخص شو تضامر ودي وهذا حبه هل بخير ليه خلاص واحد واحد ليه وفرسان يا فرها الله يشيل به يجمعها بخو دقيقة ما لها خرب وهاي يا ما لها خرب وهاي يا أنت خلاص يخص شو يا إلى تضامن على سجود غير موت سجود تضامن رب أحد فرها الروح قدر فيرنا إذا مرة كأرض قرض وين وين غلوا فيرين فرها الروح شربها كمدة قعمها كمدة سليح معن يوجو يا سنت والله قاعد نقول حليه ما يوجو الله يحيو أنت خل وجو راح سنعيني فدي هي سجود أنا سأل أصعب واحد هاي أنا لغي يلين وجو ما أحترها وهيو أنت خل سجود بس نبي صلى الله عليه وسلم وحده هاي وحى الله أمره وأمر واجبا أمر وجوبا
waxaa la amray inaan todomir sujuudo. Todomir xubnood badan wajiga halaba ka yahay. Sidaa daraaddeed, gabgab ku sii kan war dadka kuwa ka xoog badan masaaxda soo gala ordayay baa fadhi kursi ku dukanaya. Markaas assalaamu calaykum banaa sii ordaya mashiiqa kaalay hadda fadhidaya mashiiqa waa daala markaan ama lagu baa xamal war salaada isaga ciyaar haddaad awoodid inaad faatixada isaga ku akhriso fadhi kaaga siximayso haddaad awoodid inaad rukuucdid oo taagan fadhi kuma rukuuci kartid haddaad awoodid inaad sujuudid fadhi kuma sujuudi kartid waxaasoo dhan waa step by step culimmada weydii meelaha ugu badan ku arkay kursiga ugu dukanaya ninkaa xoog badan carabaha ka mid ah yiru hadda kusoo badan soomaaliya waa sidoo kale war kuraasaan la ordaysaan joojiya kitaaba waaweyn baa laga qoray asalaatu calaa alkursiy iyo maxaa ka ansaxay maxaan ka ansaxay laakiin maanta inaa iskaga dukano kursiga kursi kursigu shuruudo badan buu haystaa aan soo tirshay culimmada qaar waxay gaarsiiyeen qofka salaada ku xiran aan taynaan karin laakiin mar istaagi kara hadamarbu wax yarbu taynaan kara waxa intaas u taynaan karo waa inuu soo xirtaa takbiirta ixraam allahu akbar fadhiisana takbiirta ixraamka xataa fadhigan ku xiranaya ama istaagi kara maga yeeli bu laakiin nin isku ordayaba kaa shaqo badan dukaan ka shaqaysanaya gaalaga faraya baa kursi dhiganaya salaadana loo aaba yeelayno walaa waji marka arrintaas waxaan aad ugu talin lahaa inaysan meeshay tooginin in badan oo kamida dadka cudodaare haystan yes laakiin cudodaarkaaga inuu sharci yahay iyo inuu sharci ahayn culimmada weydiin cudodaarkaagu inuu yahay meesha ad u malaynayso fadhi ka bilaabaysa culimmada weydiin laakiin inaad usoo goosato tira maya far baa laga qaaday cododaarkaaga culimmada ubandhig dinkaada salaadaada akhira in lagu tura laga yaaba khatarta laga marka ilahi subxana xaq ahaan waafajiyo salaadahana in badan dad ka mid a waxay u dukadaan duko waa dukadaay laakiin salaadu way ka cilmi badan tahay warshadaha waaweyn oo jaamacadaha loo ad iyo diyaaradaha la baybinahay ee baabuurta dhaweyn laakiin qof ilah subana waafajiya waafaqa ilah subxana wa tacaala hanaga dhigo kuwa diin fahma kuna dhaqma wabilah tawfiq.